أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما نوع الظلم في الآية؟ أهو الظلم الأكبر أم الظلم الأصغر؟ الله يهديك، ما سمعت الكلام. المراد ظلم الكفر وظلم الشرك، هذا الظلم الأصغر اللي ظلم الناس بأموالهم أو ظلم النفس، لأن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك وظلم الناس وظلم العبد لنفسه، أعظمها ظلم الشرك وظلم الكفر. هذا هو المراد الآن. نعم.